Hello guys, welcome back to my channel. طبعا معليكم بالهوسة. اليوم الفيديو راح يكون شوية غريب. دائما اسوي لكم فلوقات، اشوفكم شو اسوي يومي. اليوم راح اغير وياكم شكل هاي المراية اللي تشوفون. طبعا هاي المراية يمكن اني 3 أسابيع 4 ادور على مراية بهذا الطول، يعني المراية كلش طويلة تشوفون، يعني تقريبا بطول الباب. المهم لقيتها، اليوم راح اجازف واغير شكل المراية مالتي، لان بصراحة واو ادري هي شوية مجازفة واذا خربت لازم الاقي مراية جديدة، بس بصراحة كلش عاجبني اسوي هاي الفكرة. راح احط لكم صورة تشوفون. هاي الصورة، هاي مراية عادية بس الاطار مالتها عبالك غيوم، عبالك هيجي كلاود. شفت عالم قلبوا مالتهم المرايات وسووها بهاي الطريقه وكان فشي كلش سهل، فقلت خلي اجربه وياكم واسويه وياكم ونشوف بلكت مالتي المرايات تصير هيجي. anyway كل اللي تحتاجوه حتى تصنعون كلاودز، يعني مدار الاطار مالتكم مال المرايه، هو هذا الشيء. فاكيد اني جبت من عنده 6 لان قالوا راح تحتاجون هوايه، وصراحه اني اريد اكثر مما قليل حتى تصير الكلاود هيك فلافي ومنفوش، عرفتوا؟ هو طبعا البرودكت ترشوه ويكبر هيك يصير مثل الفلين. نو دي سي هيك راح يصير هذا. طبعا كل الفيديوهات اللي شفتهم قالوا لا تسوون مالتكم المرايه برا، اللي ممكن يكون هواء عالي والتمبرتشر ياثر على الفوم وعلى شكلها، ما ادري في شيء بالكيميكلز. فرح اسوي بالغرفه، وطبعا غرفتي ما بيها كم مجال، سو تشوفون الخربطه اللي هناك بالمرايه. يا هذا اللي راح يصير. هسه هاي المرايه مالتي لازم انيمها على القاع هنا. مرايتي خفيفه مو كلش ثقيله. انا حطيت خاويات قديمات بالقاع وحطيت تشيس مال الزبل وفتحته حتى كل شيء ما يصير على القاع. هسه اشوفكم، بس لازم انزل هالمرايه. اوكي هسه نحط المرايه بالقاع. بصراحه جايز ما اعرف شلون راح ابلش، بس اول شيء لازم اشوف هذا البرودكت شلون استخدمه. هذا الراس مالته راح اربطه. ربطته هيجي صار شكله، اسدها هيجي تشوفون احمر وراها يصير هنا اخضر، فمعناها جاهز. لازم تخضوا كلش هواية. اربط شعري. I'm so scared. Oh. طلعنا عن الخط. It's okay. Okay. هاي اول علبة خلصت. جايز دي يكبر دي يكبر الفوم صرت دي يكبر. اوكي هاي اول علبة. علبة نمبر 2. اوكي. البرودكت ريحته مو من هاي القوية التخنق. يعني بالقوة دا اشم ريحته. ما دا اشم. كلش قليلة. اوكي. نكمل هون. اوه. I'm so proud of this. علبة نمبر 2، طبعا أكثر من نص المراية تقريبا تغطت، بس أنا راح أزيد أكثر وأكثر حتى تصير أعلى وصدق تبين كلاودي، بس أنا أول شيء سدى أحاول أغطيها. طبعا السالفة بهواية أسهل مما توقعت. هسه أنا إيش راح يدخلني هناك؟ أوه.
خرابي خربت والبنطلون. اوه ماي جاد. It's not a big deal. بسرعة راح. بالغت شوي. Sorry. All is good. I'm almost done. I'm almost done. شوية تعب. ما صار شيء. بس شوية نهج نقطع الباب. باي. We're good. بس هاي نسيت افتحها. صار ضغط. واو هناك. I'm looking good perfect. I'm so excited. Done. خلي اشوف لكم شكلها هسه هاي قبل ما تنشف. الشكل بهواية احلى عن ما كانت بالنسبة الي. لازم انتظرها تنشف حتى تصير هيجي ناشفة اكثر لان هسه بعد الفوم ما ناشف. كايس كلش فرحت بصراحه. كان كلش ايزي يعني صحيح انه يتعب بس فشي سهل. اخذ مني تقريبا 30 دقيقه حتى اغطي المرايه كليتها لان المرايه حجمها كلش كبير فاكيد يعني اخذ مني هالقد. لازم اترك البرودكت من 6 ساعات الى 8 ساعات او اكثر بكيف ايش قد ما اريد اتركه حتى صدق يصير قوي وخلاص اقدر احط عليه whatever I want to. ورا ما تنشف ورا كل شيء ما يصير اقدر الونها اقدر شريد اسوي بيها اسوي. بعدني مو قرره بصراحه شنو راح اسوي. اريدها تنشف بالبدايه اشوف هيك الشكل واشوف لكم اياها. See you later. باعوا رايه ترى ما عليكم بالزعبله. هي هاي الحياه هسه حاليا. طبعا دا اقرب التعليمات ما يصير احطها بمكان بيه ضوء. الحمد لله انه انا سويتها جوا البيت لان ممكن يغير من لون الفوم ما ادري شلون بس ممكن يحرقه او يغير من لونه. والحمد لله انه سويتها جوا البيت مثل ما قلت لكم لان التمبتشر والهواء والهواء الحار والويند ممكن ياثر على الكيميكلز اللي موجوده بالبرودكت. فاذا تريدون تسووها اختاروا مكان مثل ما قلت لكم عليها لازم يكون جوا البيت حتى تكون الحراره شويه زينه. احسن شيء تكون بروده يعني افتحوا تبريد لا تحطوها بالشمس. سو يا اني راح اروح اركض. باي جايز. طبعا قبل ما اروح اركض نشفت. تعرفون شنو شكله عبالك فلين هيجي من ينشف بعض فلين عبالك. تسمعون صوت حتى صوته مال هذا الفلين. جايز ما عليكم بشكلي خلصت ركض اجيت على هوم ديبو اخذت صبغ ابيض وفرشتين وراجع للبيت. جايز طبعا صارت تقريبا 9 ساعات على البرودكت ونشف يعني صار قوي. رحت ركضت سبحت سويت شعري وجبت صبغ. هذا الصبغ اللي اشتريته شفت لكم اياه من هوم ديبو. طبعا كل الاشياء اللي اشتريتها من هوم ديبو بس انا دا اشوف لكم صورها لان ممكن تلقوها بغير مكان حسب الاماكن اللي يمكم. فانتوا تقدرون تكتبوها على جوجل وتشوفون المحلات المدار مداركم يقدرون يبيعون هاي الاشياء وتشوفون شلون تحصلوها. anyway راح ابلش صبغ. هذا الصبغ يكون water based. خلينا نشوف شلون. بسرعة انفتح بصراحة. فتحته بالمقص. لازم اخوط الصبغ فراح اخوطه بالسكينة. بصراحة هو اوريدي مخيوط. جبت هذول الفرش الاثنين فرش بالكبيرة. هذا الصبغ لازم هم ما يكون يتعرض للشمس ولازم ما يتعرض للهواء حار. لازم يكون يعني جو مناسب لان هذا نوعية الصبغ اللي هو interior يستخدم للاشياء جوا البيت مو برا البيت. طبعا البينت اللي جبته الفينش مالته طباشيري. بس كتبوا لي بالتعاليق maybe I'm crazy لأن أسوي هذا الشيء كليته هنا يعني you know maybe.
بعدني مو مخلصه صبغ، خلي اروح اخلص صبغ. جهزت المرايه ترى. طبعا كلش حبيتها، بعدها مو كلها ناشفه لان بعدها ما صار 24 ساعه على الصبغ، بعد اكو هم تعديلات للصبغ بس ورا ما ينشف اريد اعدلهم، بس يس ذس از ذا فاينل لوك جايز. كلش حابتها. الفرق طبعا بين المرايه اللي كانت وهسه فرق كلش كبير. جايز كتبوا لي بالتعليق شنو رايكم. اي لاف ات لاف ات. او ذاتس ات جايز، كتبوا لي شنو رايكم بالمرايه لان بصراحه اني كلش هوايه حبيتها. اللي بعده ما مسوي سبسكرايب، لا تنسون تسوون سبسكرايب وثمز اب اذا راح تحبون هذا الفيديو. اني احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. باي. كلش فرحانه بمرايتي.